سؤال ثاني، إذا كان الإيمان والتبرير هبة مجانية دون مجهود من الإنسان، لأصبح الله غير عادل إذ أنه يمنح البعض هذه الهبة ويحرم آخرين منه. ليك حق. واحد بيقول بالنسبة لموضوع المعمودية بعد التوبة، لهذا السبب يوجد ناس في الطوائف لا يعترفون بمعمودية الأطفال، فما الرد؟ دلوقتي في كتير من البروتستانت برضو بيعمدوا الأطفال، احنا بنقول بيعمدوهم على إيمان والديهم. وهجيب لكم مثالين على الأقل. الأولاد الذين عبروا البحر الأحمر شايلينهم آبائهم على كتافهم أو أمهاتهم شايلينهم على كتافهم، دول كانوا يؤمنوا إيه بالكلام بتاع عبور البحر الأحمر؟ ولا حاجة. لكن عبروا البحر بإيمان والديهم. حاجة أصعب من دي، كان الشخص الذي يختتن يعتبر عضو في جماعة المؤمنين، دي علامة كما ورد في تكوين 17. طب اللي كان بيختتن ده كان بيختتن امتى؟ في اليوم الثامن. العيل اللي في اليوم الثامن ده يعرف ايه عن الايمان، ويعرف ايه عن ابينا ابراهيم، ويعرف ايه عن عهد الله لابراهيم؟ ولا حاجه. لكن كان بيعتبر عضو في شعب الله على ايمان والديه في طاعتهم لربنا ان تختنوا الطفل في اليوم الثامن. الموضوع ده انا كتبته لكم بتفصيل اكثر في كتاب اللاهوت المقارن، يا ريت